لو سمحت. تفضل. هلا الدكتور أكرم حاكاني من شان شوية فحوصات. شو الاسم عفوا؟ يحيى. يحيى هو المريض؟ لا المريضة بنتي أنهار، اسمها أنهار سليمان. تفضل عود انتظروا، هلا الدكتور بيجي. ماشي. أهلين. ليلي شو اسمك؟ كاجال. وأنا اسمي روهيت. أنت شو اسمك؟ يحيى. 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 اسم. 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 اسم حلو. اسم. 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 اسم 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 اسم. مرحبا دكتور. اسم. تفضل. اسم 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 اسم. صرتوا اصدقاء انت وروهيت؟ ايه. روهيت كان عنده حالة توحد صعبة، بس لما اجى لهون تحسن كثير على العلاج، وهلا شفت حالته. ايه صح دكتور، عن جد تفاجأت كثير. انت قلت لي انه هدول الاطفال ما بيقدروا يحكوا بشكل طبيعي.